إعادة رسكلة المواد أو الحفاظ على المواد الطبيعية الغير متجددة. مم صناعة الإسمنت، حتى صناعة الإسمنت ممكن تدخل في هذا الإطار، وهي أصلا داخلة في هذا الإطار، وشركة هولسيم الجزائر تعتبر أول مصنع إسمنت في الجزائر اللي راه يعمل على رسكلة المواد. كيفاش نجم إكسبليك؟ بطريقة بسيطة، لكي نصنع إسمنت نحتاج إلى مواد أولية نستخرجها من المحاجر، وهذه المواد هي مواد أولية طبيعية غير متجددة. واش يحب يقول؟ يحب يقول لما نستعملها ماهيش رايحة تعاود تتكون مرة ثانية، يتسمى راهي مواد رايحة تخلص. لهذا فكرنا باش كيفاش نقدروا نعوضوا هذه المواد بمواد ثانية اللي هي ممكن تكون نفاية بالنسبة لصناعات أخرى. وهنا ندخل بلانمون داخل الاقتصاد التدويري، وين نفاية تاع مؤسسة صناعية ممكن تصبح مادة أولية لمؤسسة صناعية اللي هي تنتج منتوج اللي تستعمله مؤسسة أخرى، وندخل في نخلقوا أنيكو سيستم بين المؤسسات أو بين الصناعات كثيرة.